وننتقل الآن إلى شرم الشيخ لمتابعة جانبا من فعاليات قمة المناخ كوب 27. It's necessary to finalize the decisions, namely بأن مزيداً من العمل في إطار هذا الاجتماع كانت لازمة لوضع لمسات نهائية على الفقرات، وهي توجيهات بشأن المقاربات التعاونية المشار إليها في الفقرة 2 من المادة 6 من اتفاق باريس في القرار 2CMA3، والتي أرسلت وفقاً للاستنتاجات الواردة في الوثيقة SSCC على SBT سبستا على 2022 على 23 7. القواعد والطرائق العمل والإجراءات المتعلقة بالآلية والتي أنشئت بموجب الفقرة 4 من المادة 6 من اتفاق باريس والمحال إليها في القرار 3CMA3 والتي أرسلت وفقا للاستنتاجات الواردة في الوثيقة FCCC على سبستا على 2022 على L21 و8 برنامج العمل في إطار المقاربات غير السوقية المشار إليها في الفقرة 8 من المادة 6 من اتفاق باريس وفي القرار 4CMA3 والتي أرسلت وفقا للاستنتاجات الواردة في الوثيقة FCCC على سبستا على 2022 على L24. أثق من أن الأطراف مفاتئة تعمل على إيجاد حلول في إطار قيادتكم الحكيمة، وأنا على ثقة من الأطراف قد وجدت أو ستجد طرائق خلال الفترة المقبلة بشأن حل هذه المسائل على النحو الذي برهن عليه خلال الأسبوع الماضي. سيد الرئيس، أذكر عليكم طائفة واسعة من الأنشطة والفعاليات التي أسهمت كثيرا في عملي وإنجازات هيئة المشورات العلمية والتقنية في عام 2022، وتشمل الاجتماعين الأول والثاني للحوار التقني في إطار الحصيلة العالمية، وطائفة واسعة من ورشات عمل السابقة للدورة وبين دورتين بما في ذلك تلك المتعلقة برنامج عمل التكيف والتخفيف قبل هذه الدورة، بالإضافة إلى العديد من الفعاليات المتعلقة بإطار الشفافية المعزز. ختاما سيد الرئيس، أشكرك على حسن توجيهاتك لي وللهيئة الفرعية، كما أشكر جميع الأطراف على عملهم الدؤوب وكذلك جميع المراقبين على تعاونهم ومساهمتهم القيمة. الشكر موصول إلى الرئيسين والمشاركين والمؤثرين المشاركين على عمل من دؤوب لمساعدة الأطراف في جهودهم والأمانات خلال ودعمهم الممتاز للأمانات خلال هذا العام. كما أشكر الرئيس المشاركة لهيئة التنفيذ السيدة ماريان على تعاونها الوثيق، لا سيما فيما يتعلق بالبنود المشتركة للهيئتين التنفيذيتين، وعلى حسن ثقتها فيه وعلى حكمتها وصداقتها. كما أشكر أفرقة الرئاسات الثلاثة لمؤتمر الأطراف على تعاونهم ودعمهم لي خلال السنوات الثلاث الماضية، والتي تشرفت بكوني رئيسا للهيئة لهيئة المشورة العلمية والتقنية خلالها. يأتي بذلك لنهاية التقرير. شكرا سيد الرئيس. شكرا توسي. أدعو CMA للإحاطة علما بالتقرير الشفوي المقدم من الرئيس، تقرير الدورة 56 الوارد في FCCC على سبستا على 2022 على 6، ومشروع التقرير المتعلق بالدورة 57 لسبستا FCCC سبستا على 2022 على L17. لا أرى أي اعتراض إذا تقرر الأمر على هذا النحو. أعمال السبستا حققت نتائج مهمة، وأقترح على اجتماع مؤتمر باريس الموافقة على التوصيتين المقدمتين في إطار البنود ذات الصلة. أدعو الاجتماع لنظر في البند 3B بشأن تقرير الهيئة الفرعية للتنفيذ، وأدعو السيدة ماريان كارلسون رئيسة هيئة التنفيذ لتقديم التقرير المتعلق بأعمال الهيئة. شكرا سيد الرئيس، وشرفني أن أعطيكم تقريرا بشأن العمل الذي أجريناه خلال دورة عام 2022 لهيئة التنفيذ خلال دورتيها 56 و57. تقرير الدورة 56 لهيئة التنفيذ التي عقدت في بون في يونيو من هذا العام ترد في الوثائق FCCC SBI على 2022-10 والضميمة 1. مشروع التقرير المتعلق بدورة 57 والتي اختتمت هنا في شرم الشيخ في يوم السبت 2012.